المشاهدين والتطبيقات نشوف تي في. مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط منطقة عين السبع، درجة نارية وبالقرب منها واحد الحقيبة ديال الظهر متخلى عليهم هنا في منطقة عين السبع. سولنا في المكان قالك ما كاين حتى شي حادثة سير ما وقعت هنا، والضحية أو سائق الدراجة هزاتو سير الإسعاف، ما كاين حتى شي حادثة سير هنا. الدرجة تخلى عليها شي واحد ولاد بالفرار، ربما خوفا من رجال الأمن، لأن كاين واحد سد أمني، واحد البراج بالقرب من هذا المكان اللي تم التخلي فيه على هذه الدرجة النارية، والفوق ديالها هو حقيبة يدوية. حاولنا أننا ما نقيسوش هذا الشيء في انتظار وصول رجال الأمن الوطني. السؤال اللي كيطرح نفسه هو بإلحاح ديال من هذا الموتور، شكون مولاه؟ اكيد المصالح الامنيه هي اللي غادي توصل ديال من هذا الموطور. واش مسروق؟ اكثر من ذلك هو انه عنده ترقيم، ما بغيناش نبينوا الترقيم، كاين ترقيم، يعني رجال الامن سهوله غادي يوصلوا صاحب هذه الدراجه الناريه وغادي يعرفوا في الاسم شكون في الملك ديالو. الترقيم هو هذا، فهو 13-01-8-2-06، يعني 0-182-006 هو هذا الترقيم ديال من الدراجة النارية. واش مسروقة من شي بلاصة؟ حتى الحقيبة اليدوية، حقيبة ديال الظهر عفوا، حتى هي متخلى عليها هنا بالقرب من هذه الدراجة النارية. إذا ديال من الدراجة النارية في هذا المكان اللي ما وقع لا حادثة ديال السير لا والو، ما كاين حتى شي حد، لقينا واحد مجموعة ديال الشبان اللي قال لك حنا تفاجئنا به مليوح هنايا ووقفناه، ولكن ما كاين حداه حتى شي حد. اتصلنا برجال الأمن تابعين للمنطقة الأمنية عين السبع حي محمدي قبل قليل، قالوا لنا مجيين وأكيد غادي يدخلوا على الخط وغادي يعرفوا ديال من هاد الدراجة النارية وعلاش تم التخلي عليها هنا في هذا المكان. إذا شكرا لكم رجال، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، غيشا ما يوصلوا رجال الأمن باش نعرفوا هاد الدراجة النارية ديال من وعلاش تم التخلي عليها هنا. بارطاجيو، لا يكون مولاها مسكين كيقلب عليها وما عرفاش بأنها هنا، تكون ضاعت منه أو تسرقات منه، لا هي ولا الحقيبة ديال الظهر، لأن ما يمكنش دراجة متخلى عن هذه الطريقة في هذا المكان إلا وكاين شي سبب. كنقولوا عاوتاني ربما بسبب ان كاين واحد السد امني هنا، ربما اللي كان على متنها شاف البوليس عرف بان كاين باراج ما عندوش الوراق، خاف لا يشدوه تخلى عليها هنايا. اسباب هادشي كلشي كيبقاو مجرد احتمالات، ولكن رجال الامن اكيد هما اللي غادي يوصلوا علاش هاد الدراجه الناريه وهاد الساك تم التخلي عليهم هنا بمنطقه عين السبع على مقربه من احد المتاجر بريكوما. يعني الناس اللي الى مثلا بان المولاه او صاحب هذه الدراجه الناريه بانت له كان كيتابع هذا المباشر، الدراجه ديالك هي كاينه هنا. بارطاجيو باش توصل مول هذه الدراجه الناريه. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه، مرة اخرى نشوفكم في نهايه الفيديو والى مباشرين اخرين.